السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أبنائي الطلبة مرة تانية مع بعض. هنكمل إن شاء الله السمر كورس بتاعنا. هناخد النهاردة تشابتر 9. حقيقي ده مهم جدا، من أهم التشابترز اللي موجودة معانا في الكورس إن شاء الله الصيف ده. ليه بقى؟ لأنه هنتكلم فيه عن فيرب أو فعل مهم جدا جدا جدا، يعني تقريبا لا يكاد لا يخلو منه مثلا paragraph او sentence او حاجه، اللي هو verb to be، اللي هو فعل يكون. تمام، الفعل ده من الافعال المهمه قوي. هناخد معايا ضمائر الفاعل، اشكال verb to be مع ضمائر الفاعل ايه، استخداماته ازاي استخدم الفعل مع الجمل المثبته والجمل المنفيه، وازاي اعمل سؤال وازاي اجاوب السؤال دوت. كل ده ان شاء الله هيبقى معانا النهارده في السيشن بطريقه شيقه وبطريقه ممتعه ان شاء الله باذن الله. وهناكد على المعلومه جدا جدا، لان فعلا بجد هيتبنى عليه حاجات كتير قوي في الانجليش بعد كده. فلو عندكم اي مشكله في verb to be ان شاء الله مش هتبقى موجوده بعد الفيديو ده. ليتس جو، يلا نتابع مع بعض ونركز كده ونشوف ايه القصه النهارده بتقول ايه. تمام، يلا بينا. الشابتر هنا عندنا بعنوان I am a doctor. I am a doctor يعني أنا أكون طبيبا، دي معناها كده ترجمتها أنا، اللي هي I الأبوستروفي M دي اللي هي أصلا am، وإحنا عملنا لها short form قصينا الآ وحطينا مكانها الأبوستروفي وحطينا الام، طبعا كتبناها دي اللي هي بمعنى أكون، زي ما هناخد النهاردة آ دكتور يعني طبيبا. يبقى السنتنس دي على فكرة دي سنتنس، مع انها بصوا صغيرة ازاي، لكن هي سنتنس وكمبليت سنتنس، كمان جملة كاملة. أنا أكون طبيبا اللي هي إيه؟ I am a doctor. تعال نشوف الدكتور دوت بيعرفنا بنفسه بيقول لنا ايه. يبقى احنا كده هنستفيد ان لما اجي اعرف نفسي او اتكلم عن نفسي، لو شخص مش عارفني او مجموعة ناس لسه بتعرف عليهم جديد او في مجال عمل جديد او في مدرسة او في اي حاجة، الناس اللي معايا مش عارفيني، هعرف نفسي اقول ايه. I am a doctor. هنا ده بيعرفنا بنفسه بيقول لنا I am، هنا بصوا جت كاملة اهي، am مكتوبة كاملة، هنا كانت مختصرة، هنا كاملة I am a doctor. I بصوا بيستخدم دايما الضمير الفاعل I لأنه بيتكلم عن نفسه. I work in a hospital. I work in a hospital. أنا بعمل في المستشفى. تمام، I help people get better. أنا بساعد الناس إن هم يتحسنوا. I give them medicine. أنا بديهم إيه؟ دواء. I wear a white coat and I use a stethoscope. انا بلبس بلطو ابيض وبستخدم ايه الستيثوسكوب اللي هي السماعه بتاعه الطبيب دي. تمام، عرفنا كده ازاي هو عرف نفسه، عرفنا هو مهنته ايه وبيشتغل فين وبيعمل ايه، بيساعد الناس ازاي وبيديهم ايه وبيلبس ايه في المهنه بتاعته ديت في عمله. تمام، يلا نشوف الفوكابولري الجديده اللي عندنا النهارده. دكتور، دنتست اللي هو طبيب الاسنان، فيت، engineer, teacher, nurse, farmer, chef, carpenter, mechanic. تمام، عندنا بعض الجوبز هنا كمان اهي، firefighter, police officer, pilot, baker. طيب هناخد كمان الاماكن اللي الناس دي بتعمل فيها عشان لو حبيت اكون جملة يبقى عندي حصيلة كلمات اعرف اكمل بيها الجملة بتاعتي. school, fire station, restaurant, hospital, farm, airport. النونز عندنا الحاجات اللي بيستخدموها او بيتعاملوا معاها بعض الجوبز دي، الوظائف دي. هوس اللي هو خرطوم الاطفاء دوت، فاير نيران، بلين فروت، هيلمت خوذة، ميديسن، ستيثوسكوب، تراكتور، فيجيتابلز. تمام،
يلا بينا نبدأ على طول على صديقنا اللي قلنا مهم جدا معانا، اللي هو مين؟ verb to be. verb to be ده يا ولاد اللي هو كده اسمه be. ده المصدر اللي احنا بنقول عليه دايما، بنختصره في كلمة ايه؟ infinitive. خلاص، يعني انا لو عايز اجيب المصدر من am هكتب be، المصدر من is هكتب be، المصدر من are هكتب be برضو. تمام، يبقى ده شكل الفعل في المصدر الاساسي، المادة الخام بتاعته اللي انا لسه ما عملتش فيها اي تغييرات. تمام، بستخدمه بقى في ايه؟ بستخدم منه اشكال مختلفة مع ضمائر الفعل السبجكت pronouns بتاعتي، اللي هي ايه؟ اللي هي انا عندي اولا تلات اشكال منه، اللي هو am و is و are. يبقى انا عندي التلات اخوات كلهم اسمهم am و is و are، بس كل واحد فيهم بيختلف في مين؟ في الفريندز بتوع الاصحابه. am ملهاش غير صديق واحد بس اللي هو I am. is ليها تلات اصدقاء و are ليها تلات اصدقاء. تمام، خلاص. is اللي هي مين اصدقائها؟ هي وشي وات، يعني بقول هي از شي از ات از. ار ليها برضو ثلاث اصدقاء اللي هم وي ار يو ار ذي ار. تاني بقى نقول كده اي ام هي از شي از ات از وي ار يو ار ذي ار. هو ده فيرب تو بي اللي مهم جدا، اللي احنا قلنا مش بيخلو منه اي سنتنس. طيب تعالوا بقى الاول ناخدوا examples ازاي انا بوظفه في الجملة، بستخدمه ازاي في الجملة معايا، وفي نفس الوقت اشوف ايه ازاي بقى هعمله نيجاتيف هان فيه وهسأل عليه والقصة اللي احنا قلناها دي. تعالوا نشوف هنا صديقنا بيقول ايه. I am a doctor، انا اكون، يبقى هنا كلمة am بمعنى اكون طبيب. تمام، you are a farmer، يبقى يو خدت مين؟ ار. يو بتاخد صديقتها ار، ما ينفعش اقول يو از ولا يو ام. يو ار ا فارمر، انت تكون، يبقى ار هنا بمعنى تكون مزارع. خلاص، هي از ان انجينير، هي از، هي بتاخد مين صديقتها؟ از. هي از ان انجينير، هو يكون مهندس. she is a nurse، هي تكون ممرضة. شايفين ملاحظين ان هو كله اكون يكون تكون، يعني كلها فعل ايه؟ اللي هي الكينونة يكون. it is a school، هذه تكون مدرسة. خلاص، we are chefs، احنا ايه؟ طباخين. اهو نحن نكون. they are pilots، هؤلاء يكونوا طيارين. خلاص، عرفنا كده ازاي استخدم الزمن الverb to be في الaffirmative sentences. تمام، طب لو حب اعمل negative، احنا اخدنا في السيشن اللي قبل كده negative means not، يعني انا معايا not عايز احطها في السنتنس ونوت دي ما بتجيش لوحدها في الايه؟ في السنتنس خالص كده، ما ينفعش، لازم بتشوف كلمة تيجي بعدها تمسك فيها عشان خاطر هي بتتوح في الجملة لوحدها. مين اصدقائها بقى اللي هم دول؟ am و is و are، بتيجي بعدهم على طول. اهو am و is و are بتيجي بعدهم ال not، يعني اقول am not is not are not، am not is not are not، am not is not are not. يبقى بكتب السبجكت عندي هنا، فاعل الشخص اهو. خلاص، بكتب بعدي am او is او are واروح احط ال not، وبعد كده اكمل بقيه السنتنس اللي عندي. خلاص، تمام. تعالوا نشوفوا الاكزامبلز اللي عندنا ايه. I am not a carpenter، انا لا اكون، يبقى am not، بصوا بقى معناها ايه. am كان الاول معناها اكون، am not لا اكون. I am not a carpenter. طيب he is not an engineer، he is not an engineer، he is not، اهي is not بقى معناها ايه؟ لا يكون. she is not a teacher، she is not a teacher، هي لا تكون مدرسة. they are not firefighters، are not لا يكونوا. خلاص كده، يبقى عرفنا ان هي am not is not are not. not جت فين؟ بعد am او is او are، عشان دول اصدقائها اللي هي بتمسك معيهم، بتمسك فيهم في السنتنس.
تمام. طيب لو حابه اعمل yes or no question، وخدنا قبل كده يعني ايه yes or no question، يعني سؤال اجابته بتبقى لازم تبقى يا اما yes يا اما no، عشان كده احنا سميناه باسم الاجابه بتاعته. خلاص طيب عندي هنا ببدا بمين، بام او is او or، verb to be، ببدأ بverb to be عشان يبقى إجابته. فاكرين لما كنا بنقول لما السؤال يبدأ بإز تبقى إجابته yes or no، وبرضو لما السؤال يبدأ بآر تبقى إجابته yes or no، ولما السؤال يبدأ بام تبقى إجابته yes or no. يبقى بكتب ام أو is أو آر، والsubject اللي هو الفاعل تمام، والcomplement التكملة بتاعتي خلاص، والانسر بتاعتي يبقى yes، واكتب هنا السبجكت وام او is او ار، او نو والسبجكت وام او is او ار، وطبعا في معانا النوت عشان النو بت ايه بتنوت خلاص، النو لازم ت ايه تنوت. اوكي طيب يلا بينا هنا نشوف الاكزامبلز اللي عندنا. is she a nurse، طالما هو بادئ بايز يبقى ده question، ها يبقى ده ايه question. نبص على الايه الصوره اللي عندنا دي نيرس يس، يبقى هكتب ايه يس دي اللي هكتبها من عندي، واعمل ايه اعمل كروس ماتشنج ابدل، هنبدلهم و از شي هنبدلها تبقى شي از خلاص. طيب ار ذي تيتشرز، ار ذي تيتشرز نو، بكتب نو من عندي، انا بصيت هنا ما لقيتش دول تيتشرز، يبقى هقول نو ذي ار و نوت، النو بت ايه بت نوت تمام. هنا is she a vet، is he sorry is he a vet، ده vet no، يبقى هكتب ايه النو بكتبها من عندي، يبقى اذا اليس والنو دول ثابتين، بكتب يا دي يا دي، وبعد اليس لازم اعمل كومه، وبعد النو لازم اعمل كومه في الاجابه تحت اهو، يس وكومه، وهنا النو وكومه تمام. طيب هنا نو واعمل ايه كروس ماتشنج ابدل هي از، وطالما بدات بنو يبقى لازم تنوت، نو هي از نوت. ار يو ان انجينير، ها ده انجينير، اهو انجينير فعلا، يبقى هكتب يس yes. بس خدوا بالكم بقى هنا الوحيده اللي تتغير ار يو، هتبقى اي ام، ار يو اي ام، ار يو اي ام، ار يو اي ام، ار يو اي ام، تمام. اهو هنا السولي روبوت بيقول لنا ايه ار يو، تتحول دايما في الانسر عندي لاي ام، خد بالك السولي روبوت هنا ما بيسيب لناش اي تفصيله الا ما بيقول لنا عليها، تمام كده. يلا بينا نكمل. لما نيجي نسال عن وظيفه شخص، تو اسك اباوت سمونز جوبز، الجوب بتاعته ايه، وظيفته ايه، بيشتغل ايه، فهقول ايه هو، وبكتب بعديها ام او از او ار، زي ما اتفقنا هنا هو ما بنطقش ال W وبنطق ال H O بس، هو بس طبعا لازم اكتبها، هو ام هو از هو ار، واكتب السبجكت، والاجابه بتبقى بكتب السبجكت اللي هو الفاعل الشخص اللي هو كان عندي هنا في السؤال، بكتبه هنا في الاجابه او الضمير بتاعه، وبكتب بعديها ام او از او ار والوظيفه. تعالوا نشوفه هنا في الاكزامبلز هي اللي هتبين لنا. هو از شي، هو از شي هنعمل ايه، هو هنرميها مش عايزينها، وي از شي هنبدلها تبقى شي از، تبقى ايه شي از. انا كده ما جبتش حاجه لسه من عندي اهو، انا كل اللي احنا عملناه ان احنا هو دي خلاص شلناها مش هنستخدمها تاني في الاجابه، از شي بنبدلها عشان نحولها لسنتنس عاديه واجابه عاديه، وهكتب شي از، ودي ايه تيتشر، يبقى اكتب ا تيتشر، شي از ا تيتشر، لان هي تيتشر واحده بس. تعالوا هنا، ها هو از هي، هو از هي هو ده مين، ها هو هنرميها مش عايزينها، وي از شي هنبدلها، هكتب هي از بدل ما از هي هتبقى هي از، بدل از هي هتبقى هي از اهي، هي از ا بوليس اوفيسر، عشان هو برضو واحد بس. طيب هنا هو ار ذي، هو ار ذي من يكون هؤلاء، دول مين، دول دكتورز هما صح، ها هو هنرميها مش عايزينها، وي ار ذي هنبدلها هتبقى ايه ذي ار، تمام ادي ذي ار، ومش هكتب هنا ايه عشان ده بلورال، فبكتب دكتورز واحط لها اس، ذي ار دكتورز تمام.
طب هنا who are they؟ من يكون هؤلاء؟ دول مين؟ دول farmers صح؟ ها who هنرميها مش عايزينها، where are they؟ هنبدلها تبقى they are. They are farmers. ما ننساش الاس. تمام؟ تعالوا نشوفوا النوت اللذيذه ديت بتاعه سالي روبوت. هنا بيقول لنا ايه؟ بيقول لنا خلي بالك ان هو از ممكن اكتبها كده بالشكل ده، ان انا اعمل لها صيغه مختصره، اجيب السيزر بتاعنا واقص الاي واحط مكانها ابوستروفي واكتب الاس. يبقى هنا عشان اعمل شورت فورم محتاجه اجيب السيزر بتاعي، ولو عندي كلمه ام مثلا يبقى هقص الاي منها، لو عندي كلمة is يبقى هقص ال A منها، لو عندي كلمة are يبقى هقص ال A منها، ويتبقى هنا M بس وهنا S بس وهنا RE. تعالوا نشوفوا بقى هنا ها whose، who is، who is اللي هي whose، who are اللي هي هور، I am، I am. بصوا قصدنا ال A اهي، I am، I am قصدنا ال A دي اهي وحطينا مكانها apostrophe. He is، his. You are، your. They are، their. تمام؟ تعالوا نشوف الاكسرسايز اللي عندنا هنا ايه. Look and answer then color، يعني احنا هنشوف الصورة اللي عندنا ونجاوب على السؤال وبعد كده نلون. طبعا التلوين ده انتوا هتعملوه في البيت. وهنا زي ما اتفقنا who's he، who's he، هي هي who is اللي احنا لسه كنا مجاوبينها هنا دلوقتي من شوية. فاحنا هنا عندنا ايه؟ ها هو هنرميها مش عايزينها، وي از هي هنبدلها تبقى هي از، واعملها مختصره كمان زي ما هي كانت معموله هنا ابوستروفي اس، انا حطيت الابوستروفي اس وده واحد بس، يبقى هكتب ا فيت واحط الدوت، اوعى تنسى الفول ستوب. تمام ماشي، نفس الكلام هنا ونفس الكلام في الايه في الاسئله ديت. يا ريت نحلها ونلون بقى، بس عايز تلوين لذيذ كده عشان يبقى الايه الصوره شكلها حلو. انا عارفه انتوا شطورين. خلاص يلا بينا هنكمل هنا بقى الكوركت. سؤال الكوركشن ده خلاص احنا اتعودنا عليه، بنحله ازاي؟ اي از يور فريند؟ طبعا لا، اي مش صديقه الايز خالص. صديقه مين؟ صديقه الام. ماشي، we am mechanics، we am mechanics. no الوي مش صديقة الام، دي صديقة الار، يبقى اقول we are mechanics. وهكذا في بقية الاسئلة. انا بحاول اثبت الكاميرا شوية عشان اللي لسه ما اخدش الكتاب، ما حصلش على النسخة بتاعته او لسه ما وصلتوش او حاجة، يبقى ايه يعرف يحل الهومورك معانا. تمام؟ طيب is he a carpenter؟ is he a carpenter؟ ها ده نوع تاني من الأسئلة خدناه. ها قلنا إيه؟ لما السؤال يبدأ ب is تبقى إجابته yes or no، yes or no. يبقى دوت اللي أنا هحطهم من عندي إضافة ماشي، والباقي يبقى موجود من هنا بس. النو طبعا بت إيه؟ بتنط، محدش ينسى النو بتنط. تمام؟ طيب هنا is he a carpenter؟ is he a carpenter؟ دي صورة carpenter يبقى هكتب yes ماشي، واحط الكومة واكتب ايه؟ ها اكتب is he؟ لا طبعا خلاص احنا عرفنا ان احنا بنبدلهم، بنعمل cross matching، يبقى هكتب he is، yes he is، yes he is، واحط dot. طيب ها is he a vet؟ the vet؟ no طبعا، يبقى هكتب no، حط الكومة مش هنساها ماشي. اكتب is he ولا he is؟ طبعا دي طالما الاجابة يبقى هنبدل، هنكتب he is. خلاص كده احط الدوت. طبعا لا يا مس، احنا اتفقنا ان النوبة ايه بتنط، وحط دوت بعدها. خلاص تمام ماشي، اهو دول زيهم بس هحل معاكم دي عشان بس ايه اكد عليكم على المعلومة. هنا are you a vet؟ Are you a vet؟ ها دي صورة vet، أيوة طبعا، يبقى هكتب yes وحط كومة، وإحنا اتفقنا إن are you بتبقى ها are you، I am، are you، I am، yes I am، yes I am. تمام كده خلاص الحمد لله خلصنا. هنا إيه ده؟ دي بقى إيه يعني؟ يعني ألعاب لذيذة بقى كده نلعبها ان شاء الله كده ايه يعني مع بعضنا واحنا شغالين.
الشابتر دوت معلش عشان الفيرب تو بي مهم جدا. فالشابتر دسم وفي اكسرسايزز كتير ودي عشان تتدربوا عليه اكتر. هنا هنعمل ايه؟ دي بقى هتحلوها بقى انتوا ايه في البيت، دي لعبه لذيذه جدا. انا سكرامبل اند تو كومبليت ذا كروس وورد، عندنا كلمات متقاطعه اهو زي ما احنا شايفين جايب لنا، احنا في عندنا داون وكروس خلاص، يعني داون اللي هي الصفوف اللي هي الطوليه دي، وكروس اللي هي الصفوف اللي بالعرض ماشي. فاحنا الكولمز والروز ديت احنا هنملاهم بايه؟ بالكلمات اللي موجوده. احنا هو هنا مساعدنا جايب لنا في الداون نمبر 1 اللي هي فين نمبر 1؟ نمبر 1 اللي هنا الداون، الداون هو حاطط لنا الصوره دي صوره ايه؟ هنا اهي دي صوره ايه؟ دنتست. وهنا جايب لنا الكلمه بتاعتها الحروف بتاعتها انا بس مش محطوطه ايه بالاوردر بالترتيب، فاحنا هنرتبها هتبقى كلمه دنتست. اجي اكملها هنا اهو ادي دن دنتست خلاص، يبقى انا كملت ايه؟ كملت الكلمه هنا دي كده. لما نيجي نكمل هنلاقي بقيه الحروف ماشيه مع بعضها وبتكمل لي ايه؟ وبتكمل لي الوردز كلها، وهلاقي الكروس وردز عندي الكلمات المتقاطعه اكتملت. مش بس كده، ده انا هعمل ايه؟ هاجي تحت هنا بقى كلمه دنتست اللي انا كتبتها في الكروس ووردز فوق ورتبتها هنا تحت هعملها في سنتنس. دي جايب لي هنا ايه مثلا؟ صوره جيرل اهيت او دكتوره، فهقول شي از ا دنتست ماشي. تعالى حل معاكم واحده في الكروس اللي هي نمبر 5. فين نمبر 5؟ اهي نمبر 5 دي هنا، دي صوره ايه؟ دكتور. تعالى نكتب كلمه دوك اهو، لقينا بصوا لقينا في حرف السي مكتوب والتي والاور، احنا كملنا بس الحروف دكتور. يبقى الكلمه اكملها هنا اهي وهعمل السنتنس بتاعتي هي از ا دكتور. احط فول ستوب. ايه رايكم بقى في اللعبه الجميله دي؟ يبقى احنا كملنا الكروس وورد ورتبنا الكلمه ودخلناها في سنتنس في جمله خلاص، كل ده في سؤال واحد. دي بقى من الحاجات الجديدة بقى هنا عندنا اللي مهمة جدا احنا لازم نتدرب عليها، ان هو بيجيب لي زي قطع كده ويجيب لي comprehension وايه وعليها اسئلة. تعالوا نشوفوا الاسئلة ديت عبارة عن القطع الاول نقراها مع بعض. I am a pilot. I am a pilot. I work in an airport. I work in an airport. I fly airplanes. I wear a uniform. I travel a uniform. I travel to many countries. I اهي سي مش باينه هنا. I travel to many countries. تمام؟ طيب يلا بينا نشوف هنا هنقرا السنتنس دي ونشوفها صح مع اللي احنا قريناه فوق اللي نكتب true or false. I fly kites. هو بيطير طائرات ورقية. نو no طبعا، ده هو قال لنا ايه؟ I fly airplanes يبقى دي نو. ها I wear a uniform. yes هو قال لنا I wear a uniform يبقى yes. I am a pilot. yes ايوه انا pilot. I work in a school. no ده بيقول لنا I work in an airport يبقى دي wrong. I travel to many countries. yes هو قال لنا I travel to many countries يبقى true. يبقى احنا هنقرا هنا ومن خلال الكلام دوت بنلاقي الاسئله بنعرف نطلع اجابتها من فوق من اللي احنا قريناه وفهمناه فوق. تمام كده؟ طيب هنا ازاي نعمل جمله مهمه جدا جدا وهو مساعدنا وكاتب لنا الكلمات اللي احنا هنستخدمها. احنا هناخد كل كلمه من دول وندخلها في سنتنس لوحدها خلاص. زي هنا جايب لنا صوره شيف وكاتب لنا كلمه شيف وريستورانت. تمام، هاخد كلمه شيف وادخلها في سنتنس اهي، يبقى هي از ا شيف. طيب ريستورانت يعني مطعم. هي وركس ان ا ريستورانت. يبقى هنا انا كتبت ايه؟ كتبت بس كلمه وركس، الفيرب ده جديد معايا ان، وكتبت كلمه ا ريستورانت هنا. طيب هنا تيتشر وهنا سكول. تيتشر اولا دي بوي ولا جيرل؟ دي جيرل، يبقى هكتب شي، وشي بتاخد مين في فيرب تو بي؟ اصدقائها از، شي از، وهي تيتشر واحده بس طبعا شي از ا تيتشر خلاص. هبدا تاني شي عشان هنا كلمه سكول ها
يعني مدرسة، مش هينفع شو أقول she is a school، هي تكون مدرسة؟ لا طبعا، أمال هقول إيه؟ she works، تعمل. she works in a school. again ها هنا جايب لي صورة farmers وجايب لي كلمة farm farmers وجايب لي كلمة farmers و farm. أولا دول plural جمع more than one، أكتر من واحد يعني جمع، صح؟ فهكتب إيه؟ هكتب I، هكتب they، sorry they. وزي بتاخد مين من أصدقائها؟ verb to be بتاخد are، يبقى هقول they are farmers، هم يكونوا إيه؟ فلاحين. طب كلمة farm يعني مزرعة، هقول they are farm، هم يكونوا مزرعة؟ لا طبعا، هقول إيه؟ they work، هما بيعملوا بيشتغلوا فين؟ ها they work on a farm، اي مكان بيشتغلوا فيه بكتب in، ما عدا كلمة farm بس اللي بكتب معاها on. خلاص، عشان برضو اكد عليكم المعلومة، عشان دي حاجة جديدة عليكم، وهحل number 4 كمان. هنا جايب لي صورة doctors وجايب لي كلمة doctors و hospital. ها هاخد كلمة doctors وادخلها، دول plural جمع، يبقى هقول they، وزي بتاخد مين في verb to be؟ بتاخد are، يبقى they are doctors. they برضو work in a hospital. تمام كده، فهمنا مع بعض؟ تمام جدا. هنكمل بقى دول مع بعض، وسؤال الكوريكت احنا خلاص اخدناه قبل كده، وهنا سؤال اللي تشوز ذا كوريكت انسر دوت برضو لذيذ وبسيط، ان شاء الله هتعرفوا تحلوه لوحدكم عشان ما بقاش طولت زمن الفيديو عليكم. هنا بس في حاجه مهمه قوي، معلش برضو مش هينفع ان انا افوتها، ان انا ازاي احول السنتنس اللي عندي لبلورال. بيقول لي هنا سولي روبوت، بيقول لي انا خلي بالك ان اي ام الجمع بتاعها او البلورال بتاعها وي ار، he is و she is و it is، التلاتة دولة الجمع بتاعهم they are. يبقى لما يجي لي sentence فيها I am وانا عايز احولها لplural لجمع، هحول I am لwe are. طب لو جالي he is هشيل he is وحولها they are. تعالوا نشوف هنا الاكزامبلز على طول. I am a vet، I am a vet، انا عندي كده هنا اهو تلات كلمات، I بتبقى we ف am هتبقى are، يعني ما ينفعش اقول وي اغير اي واسيب ام انزلها يبقى اقول وي ام، غلط. اي ام هتتحول للجمع بتاعها هتبقى وي ار. افت فاكرين لما احنا خدنا في الاول خالص ان انا بشيل الا واحط اس، اهي شيلت الا وحطيت فيتس، حطيت الاس. هي از ا دكتور، ها هي هتبقى زي زي ما احنا اتفقنا، هي از شي از ات از، دي سهله قوي، الثلاثه بيتحولوا لزي اور، اهي بقت they are. وبرده هنا كلمة a doctor شلت ال a وحطينا ال s بقت doctors. طب هنا حل معاكو دي، she is a nurse، ها she is هتبقى ايه؟ she هتبقى they و is هتبقى are، فاضل عندي a nurse، شيل ال a وحط s تبقى nurses. تمام، ونحط فول ستوب. بكده الحمد لله احنا نكون خلصنا السيشن بتاع النهارده، يا ريت نذاكره كويس جدا، لان verb to be زي ما انتم شايفين من التنسز المهمه جدا جدا، ما ينفعش ان احنا ما نذاكرهاش. كده كده عليكم السنه دي، السنه الجايه واللي بعديها والسنين اللي جايه ان شاء الله بعد كده كلها. اشوفكم ان شاء الله في سيشن جديد، استعدوا معايا، سي يو، جود باي.